ألو، أهلا أستاذ. موعد المقابلة بخصوص العمل الساعة 1 الظهر، ولازم تكون موجود على الموعد. إن شاء الله أستاذ، قبل هذا الوقت أنا يمكم. خيرك، أشوفك مبدل ومستعجل. عندي مقابلة عمل جدا مهمة، وخلال نص ساعة لازم أكون هناك. إيه خير إن شاء الله، لا عصلي وتوكل. أخاف ما لحق. صدق تحكي يابا، دصلي وشوف شلون ربك يسهلها. الحمد لله خلصت، خلي اروح الحق على الموعد. صلاتي ايش هاي يا معود؟ لا استقرار بالركوع لا بالسجود، يعني صلاه باطله، وهاي كلها اركان بالصلاه، وعينك على الساعه من اول صلاتك، ويمكن ما تتذكر منها غير التكبير والتسليمه، والباقي حاير كلش تحكي بالمقابله. والله صح، بالي يم الموعد، بس ما يخالف ان شاء الله ربك يقبلها. يدري بي مستعجل على شغله واخاف يروح مني. ليش؟ هو رزق بيد واحد لو بيد الله. ما سامع الله شو يقول؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لو هسه مسؤول الشركة اللي راد يقابلك طلب منك تقرأ لك كم صفحة من كتاب، وقال لك شرط قبولك عنده بالعمل هو جودة القراءة، فشلون راح تقرأ له؟ أكيد بتأني، حتى أحرص على علامات الإعراب والحركات، لأن أخاف ما أنقبل. إيه لعد وين التزامك بصلاتك مع اللي بيده رزقك وكل دنياك وآخرتك؟ ما سمعت قول الإمام علي عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه. يعني حسن علاقتك ويا رب العالمين، وربك يتكفل الأمور ويا الناس. عشلون فاتتني؟ مو بس هاي فاتتك، يمكن نسيت أنه أعمالنا وعبادتنا تنعرض على الإمام المهدي عجل الله فرجه، فيتصور فشله يشوفنا هيك نصلي.